لوط عليه السلام. تمهيد لدرسنا لوط عليه السلام من خلال مهارة التنبؤ ومشاهدتك لهذه الصورة التي أمامك، تنبأ ما السبب الرئيسي لهذا المرض وما العلاقة بينه وبين درس اليوم. الإيدز علاقته بدرسنا لهذا اليوم، درسنا لوط عليه السلام كانت رسالته حربا على الشذوذ الجنسي، والإيدز من أهم أسبابه الشذوذ الجنسي. من خلال الخريطة التي أمامك، حدد المكان الذي استقر به قوم لوط وما أسماء الدول في الخريطة حاليا. هذا هو المكان الذي استقر فيه قوم لوط، والدول التي في هذه الخريطة هي الأردن وفلسطين. قصة لوط عليه السلام مع قومه. انتشر اللواط أو الشذوذ الجنسي، وهو إتيان الذكور دون النساء، بين قوم لوط، فكانت رسالة لوط حربا على الشذوذ الجنسي وهذه الآفة الخطيرة، وتقويما للانحراف الأخلاقي الذي حل بقومه، والدعوة إلى تقوى الله سبحانه وتعالى والتوبة والاستغفار من هذا الفعل المشين. فكانت ردة الفعل من قوم لوط أنهم لم يستجيبوا لدعوته، بل استخفوا بها واستنكروا دعوة لوط عليه السلام وهددوه بإخراجه من البلدة. الملائكة في طريقهم إلى قرية لوط عليه السلام. المرحلة الأولى، أتى الملائكة في صورة بشر إلى إبراهيم عليه السلام ولم يعرفه، ولكنه قام بواجب الضيافة، وعندما رآهم لا يأكلون أوجس في نفسه خيفة منهم، فبادروا إلى تسكين روعه وبشروه بأن الله سيرزقه بولد واسمه إسحاق، ثم أخبروه بأنهم ملائكة مرسلين بالعذاب والهلاك إلى قرية لوط. المرحلة الثانية من قدوم الملائكة إلى لوط عليه السلام، ترك الملائكة إبراهيم عليه السلام وذهبوا إلى قرية سدوم، ونزلوا ضيوفا على لوط عليه السلام وهو يجهل حقيقتهم بأنهم من الملائكة، وقد اشتد ضيقه لما رآهم في صورة فتيان حسان الوجوه، والسبب في ذلك خشية من الاعتداء عليه من قومه متى ما علموا بوجودهم في منزله. لكن امرأة لوط خانت زوجها، فنشرت خبر وجود الفتيان بين قومها، فأسرع أولئك المجرمون إلى لوط عليه السلام وإلى منزله، وطلبوا منه تسليم ضيوفه ليفجروا بهم. المرحلة الثالثة، خروج لوط وأهله من البلدة. أمر الملائكة لوط عليه السلام أن يخرج من بيته ليلا مصطحبا أهله ومن آمن معه، فإذا خرجوا فلا يلتفت منهم أحدا إلى الخلف حتى لا يروا هول العذاب الذي سيحل بهذه القرية صباحا، فيصابوا منهم بشر، ما عدا امرأته فإنها سوف تلتفت وسيصيبها ما أصاب قومها لأنها خانت لوط عليه السلام. إنه عذاب من نوع غريب يكفي لوقوعه بالإنسان مجرد النظر إليه. أمر الله جبريل عليه السلام أن يقتلع بلدتهم بطرف جناحه، ثم يرفعها إلى عنان السماء، ثم هوى بها إلى الأرض حتى غارت وانفجر الماء من الأرض، فظهرت مكان هذه البلدة الظالم أهلها بحيرة ماؤها شديد الملوحة، يعتقد أن مكانها الآن هو البحر الميت. آثار سلبية لارتكاب عمل قوم لوط وهو الشذوذ الجنسي. آثار صحية، مرض الإيدز الخطير، التهاب المستقيم. وآثار اجتماعية، العزوف عن الزواج والتفكك الأسري. وآثار نفسية، القلق والانطواء. وأيضا هناك العديد من الآثار الصحية والعديد من الآثار الاجتماعية والعديد من الآثار النفسية. الملخص لدرسنا لهذا اليوم، قصة لوط عليه السلام، هلاك قومه ورسالته. فأما الرسالة فكانت الدعوة إلى تقوى الله سبحانه وتعالى والحرب على الشذوذ الجنسي، وتقويما للانحراف الأخلاقي الذي وقع فيه قوم لوط وهلاكهم. عدم استجابة قوم لوط لدعوة لوط عليه السلام، أن الله سبحانه وتعالى أرسل الملائكة أولا إلى إبراهيم وبشروه بولد، ثم أتوا في ضيافة لوط عليه السلام، وعندما أصر هؤلاء القوم على عدم طاعة لوط عليه السلام اقتلع الله بلدتهم ثم خسف بها الأرض حتى ماتوا جميعاً.